انتصار من رحم المعاناة، ده السيناريو اللي حصل للنادي الأهلي قدام النادي المصري في مباراة صعبة جدا. لما تشوف وتقرأ أرقامها تقول إن المصري هيخرج خسران من المباراة دي. النادي الأهلي قدر إنه يواصل سلسلة الانتصارات بتاعته في الدوري ويكسب المصري بنتيجة 2-1 في مباراة صعبة جدا 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 على النادي الاهلي بعد ضغط شديد اتعرض له طوال 90 دقيقه. ربما كنتم متعودين ان اي منافس للنادي الاهلي ربما يضغطوا في شوط، يضغطوا 20 دقيقه، يضغطوا نص شوط، انما 90 دقيقه بالتمام والكمال النادي الاهلي تحت الضغط، دي كان اول مره امر نشوفه. طيب هل الامر ده مبرر؟ هل الامر ده طبيعي انه يحصل؟ طبيعي انه يحصل في ظل الضغوطات اللي محطوط فيها فرقه النادي الاهلي والماتشات اللي بتتلعب تقريبا كل 72 ساعه، وضعا في الاعتبار ان اخر 72 ساعه دي الماتش. يعني زمان كنا نقول ايه، انت هتريح 3 ايام عشان تلعب في اليوم الرابع يبقى انت ريحت 72 ساعه. لا، انت بتلعب كل 72 ساعه. يعني النادي الاهلي يوم الجمعه هيلعب الجونه، يريح السبت وحد يلعب الاثنين في المحلة، ويخلص المحلة في المحلة يطلع يلعب الاتحاد في اسكندرية، خلاص الاتحاد في اسكندرية يلعب الزمالك. فواضح طبعا ان الجدول المضغوط اضر بلعيبة النادي الاهلي وقدراتهم البدنية، واظهر الاجهاد الواضح عليهم اللي وصلنا للارقام طبعا اللي هنناقشها في تحليل ماتش النهاردة ما بين الاهلي والمصري. في البداية على الورق زي ما احنا معتادين، بيتسو موسيماني بيلعب بالطريقه المعتاده بتاعته ال 4-2-3-1، في حين ان الكابتن علي ماهر استخدم طريقه 4-3-3 وعمل كثافه عدديه في وسط الملعب، خصوصا بوجود سعيدو سومبوري وفريد شوقي، اتنين بيلعبوا مركز 6 بشكل مميز جدا جدا جدا، وقدروا ان هم يعني يعملوا ضغط شديد على لعيبة النادي الاهلي. فقدر علي ماهر ان هو يستغل سعيد وسومبري وفريد شوقي ان هم يعملوا الاثنين لعبوا بمركز 6 في نص الملعب وعملوا ضغط شديد على عمق النادي الاهلي. طيب ببساطه نشوف بدايه المباراه. بدايه المباراه النادي الاهلي وقف في نص ملعبه الوقفه المعتاده، والنادي المصري والكابتن علي ماهر استخدموا التكتيك اللي استخدمه الكابتن حلمي طولان في ماتش امبي، وهو الضغط بطول الملعب على حامل الكره. كان واضح جدا كابتن علي ماهر بيمنع لعيبه النادي الاهلي ان هم يتناقلوا الكره، ده في وجهه نظري اسلوب منطقي. ليه؟ لان هو عارف ان لعيبه النادي الاهلي مجهده، فبالتالي اول ما هيضغطهم كتير هيحطهم تحت الضغط، فبالتالي حامل الكره مضطر ان هو ياخد قرار بسرعه. فمع الاجهاد البدني واللي بيترجم لاجهاد ذهني هيبقى فيه ميس باسنج كتير، وبالفعل ده حصل. وشفنا النادي الاهلي لما عمل كذا ميس باس في الاول بدا لعبته يتجهوا للكرات الطوليه. الكرات الطوليه للنادي الاهلي في البدايه عملت خطوره على مرمى دعدور حارس مرمى النادي المصري. ليه؟ لان النادي الاهلي كان بيقدر في اول ربع ساعه ياخد الكره الثانيه، وكان دايما لما يعني ايه بيجذب لعيبه المصري هنا ان هم كانوا بيضغطوا على طول، المنطقه دي كانت بتفضل الثلاثي كهربا ومحمد شريف وحسين الشحات، فبالتالي كانوا في اغلب الاوقات بيروحوا 3-4، او حتى لما بينضم لهم قفشه كانوا بيروحوا 4-4. ليه؟ لان لعيبه النادي المصري كانوا بيعملوا الضغط العالي، وبالتالي من احد هذه الكرات قدر محمد شريف انه يستغل خطا في دفاع النادي المصري ويجيب هدف التقدم في البدايه. لعيبه النادي الاهلي تحس ان هم اول ما جابوا الهدف شكرا، احنا فعلا يا جماعه تعبانين مش قادرين، فعلا مش قادرين. وده اللي خلى الكوره تفضل لي في رجل لعيبه النادي المصري معظم الوقت. شفنا الكوره دي بتتعمل كتير قوي في الشوط الاول من الناحيه اليمنى في النادي المصري، بيجمع الكوره هنا اهو، اللعيبه تبدا تحضر، لعيب النادي الاهلي طبيعي هيشوفوا حامل الكوره في الحته دي فهيبداوا يتوجهوا للحته دي عشان يفضي المساحه لأحمد رفعت يتحط في موقف واحد على واحد مع أحمد رمضان بكام. الكرة كانت بتتلعب كروس من الناحية اليمنى للناحية اليسرى على طول عشان يتحط أحمد رفعت في موقف واحد على واحد على رمضان بكام. رغم أن أحمد رفعت وراء أحمد جيل قناوي
لعيب عنده خبره كبيره وكان بيعمل ادوار هجوميه كتيره. كابتن علي ماهر ما استغلش احمد شديد قناوي في الناحيه الهجوميه اللي هو يعني واثق تماما ان احمد رفعت هيعمل له اللي هو عايزه. وبالتالي فعلا شفنا احمد رفعت قدر يتغلب تماما على احمد رمضان بيكهام في هجمات كتيره جدا ومحاولات كتيره جدا من الناحيه اليمنى، ونتج عنها الركله الركنيه في نهايه الشوط اللي قدر من خلالها النادي المصري انه يجيب هدف التعادل في توقيت مثالي جدا جدا جدا. وانت رايح غرف الملابس ما تروحش وانت مغلوب، تروح وانت متعادل. وبالتالي كان واضح جدا ان الكابتن علي ماهر بيستغل الجبهه دي كويس في الهجوم وبيستغل الاجهاد اللي محطوط في النادي الاهلي. الشوط الثاني ما حصلش فيه اي جديد في بدايته، النادي المصري فضل هو المستحوذ. وخليني هنا اقول لكم بعض الارقام اتركوا في البدايه اللي فعلا صعب جدا انك تشوفها او تقراها في مباراه طرفها النادي الاهلي. محاولات على المرمى 16 محاوله للنادي المصري مقابل 10 محاولات فقط للنادي الاهلي. من 16 محاوله دول في 6 على المرمى للنادي المصري و5 للنادي الاهلي، لكن التوتال 16 ل 10. مستحيل تبقى تشوف الرقم ده في اي مباراه للنادي الاهلي. تخيلوا الاهداف المتوقع احرازها من كل فريق الاكس جي اللي احنا دايما بنتكلم رقم مهم جدا جدا واحنا بنحلل كره القدم. دايما بنقول ان الديفولت او الرقم المعتاد في الكوره من 1.5 يعني 1.5 لغايه 2، ده رقم المعتاد. لما بنشوف منافس للاهلي ممكن يوصل لواحد ونص، ممكن يوصل 1.8، ده ماكسيمم ممكن نشوف. تخيلوا ان امبارح النادي المصري وصل الرقم بتاعه بكام؟ 3.5. رقم فعلا فعلا خيال علمي، خيال علمي انه يحصل مع النادي الاهلي. يعني النادي المصري كان يقدر يحقق فرصته في تحقيق الاهداف 3.5، رقم كبير جدا، في حين نسبة الاهلي كانت 2.6. طيب التمريرات دايما بنتكلم بيتسو موسيماني من المدارس اللي بتحب الاستحواذ، يعني لازم تترجم الحته دي في عدد التمريرات بتبقى للنادي الاهلي اكتر من اي منافس بيلعب. تخيلوا امبارح النادي المصري عمل 550 تمريره في حين ان النادي الاهلي عمل 429 تمريره، وده برضو يورينا في جاب، في فجوه كبيره في التمريرات. ضيف على كده النادي الاهلي دايما بيخترق بالعمق وبينوع اساليب هجومه. امبارح في المباراه اعتمد على الكرات الطوليه لان لعيبته ما كانتش قادره تجالي لعيبه النادي المصري في نص الملعب. تخيلوا النادي الاهلي عمل كام كره طوليه امبارح؟ 58 كره طوليه، رقم كبير جدا جدا، يورينا النص ملعب النادي الاهلي ما كانش موجود. النص ملعب كان فعلا تعبان جدا جدا واللعيبه بتحاول توصل لمرمى النادي المصري باسهل كوره. العب الكوره الطوليه عملوها 58 مره. الرقم الاخير اللي معايا رقم برضو فجوه شاسعه، الكرات العرضيه. النادي المصري امبارح في ال 90 دقيقه عمل 39 كره عرضيه، 39 كره عرضيه على مرمى محمد الشناوي. النادي الاهلي بقى عمل كام؟ عمل خمسه بس. تخيلوا 39 مقابل 5. وفي الركنيات 12 ضربه ركنيه للمصري ولا ضربه ركنيه للنادي الاهلي. ارقام طبعا بتوضح لنا قد ايه النادي المصري كان مسيطر على مجريات المباراه، ولكن ده طبعا له سبب ان لعيب النادي الاهلي فعلا اجهده من توالي المباريات وضغط الماتشات ورا بعض بالشكل اللي احنا شايفينه. الشوط الثاني الهجمه الوحيده اللي سمحت للنادي الاهلي في البدايه في اول بالظبط في اول 25 دقيقه ولعبوها على الارض بشكل مميز جدا لما اتحط حسين الشحات مع اكرم توفيق قدام الفول باك بتاع النادي المصري وما كانش الوينج ما قدرش يرجع. دي الهجمه اللي قدر منها النادي الاهلي انه يجيب هدف محمد شريف. اتعمل سكرين ودخل على طول اكرم توفيق من الجبهه اليمنى وخد المساحه الفاضيه ولعب الكره العرضيه لمحمد شريف اللي جاب الهدف، وطبعا هدف صحيح مليون في الميه عشان برضو الساده المشاهدين اصدقائنا يعرفوا قانون التسلل. لما يكون في لعيب بيلعب الكره لزميله انت بتحسب من عند الكوره مش من عند جسمه، بتحسب التسلل من عند الكوره. هل رجل المهاجم اللي احرز الهدف كان سابق الكوره ولا لا؟ مش سابق المدافع، مش سابق زميله، سابق الكوره. وبالتالي هدف محمد شريف امبارح الثاني هدف صحيح مليون في الميه من قانون كره القدم. بعد الهدف ده ادرك لعيب النادي الاهلي ان هم مش هيقدروا يلعبوا ثاني في بشكل على الارض كتير، وبداوا برضو يكملوا بقى اسلوب الهجمات المرتده ويحاولوا ان هم يقفوا قدام
الطوفان بتاع النادي المصري الهجومي، واللي طبعا كان معتمد على الكرات العرضيه اللي وصلت زي ما قلت لكم ل 39 كره عرضيه. الحاجه الاخيره عايز اقولها على لعيبه النادي الاهلي، انا متفهم طبعا الضغط اللي فيه، وطبعا في مثل هذا الظروف صعب جدا انك تطالب اللعيبه بان هم يقدموا كره حلوه، ده مستحيل فعليا، ولكن في مساحه للقرارات ان هي تبقى مؤثره اكتر من كده. يعني امبارح كان في موقفين، كوره اكرم توفيق كان في نص الملعب وكان رايحين لعيبه الاهلي في الشوط الثاني ممكن يجيبوا الهدف الثالث، رايحين تقريبا 4-3، وكان مروان محسن واقف في التسلل ولسه بيرجع، واكرم توفيق بيجري وحسين شحات واخد الجبهه اليمنى قدامه واليو ديانج لوحده هنا جنبه، فكان لزاما على اكرم توفيق انه يلعب الكوره السهله لاليو ديانج اللي رايح للمرمى بوشه، وكان هو ممكن يتصرف احسن منه. اكرم توفيق اختار ان هو يلعب السرو باس لمروان محسن الراجع من التسلل، وبالتالي الهجمه ضاعت. والقرار الثاني قرار طاهر محمد طاهر طبعا في الانفراد اللي سنح له في نهايه المباراه بعد ما رقص دعدور والمرمى مفتوح، ده عايز تركيز، واضح برده طاهر محمد طاهر هيبدا يخش في التراك بتاع حسين الشحات من شويه لما حسين الشحات برده كان مركز وعقله وذهنه مصافي. ما اقدرش اقول طاهر محمد طاهر مجهد، ما اقدرش اقول اجهاد، طاهر محمد طاهر ما لعبش كام دقايق مع النادي الاهلي كتير زي بقيه اللعيبه، وبالتالي طاهر محمد طاهر واضح ان هو لسه عنده ضغوط، بعض الضغوطات النفسيه اللي وربما تكون اتصدرت له من السوشيال ميديا، فلازم على قد ما يقدر يبعد عنها، عشان صعب جدا 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 لاعب زي طاهر محمد طاهر يضيع فرصه زي اللي شفناها امبارح. اكيد في النهايه هقول الف مبروك للنادي الاهلي، هو اللي كسب، هو اللي خد 3 نقاط، لكن برضه هقول تحياتي ومبروك للكابتن علي ماهر على الاداء اللي قدمه لعيبه النادي المصري في المباراه واللي نتج عنها الارقام اللي انا قلتها لكم، واكيد فريق واعد جدا جدا وشفناه بينافس على التواجد في المربع الذهبي بنهايه المسابقه، وبصراحه قدموا لنا امبارح مباراه كبيره جدا جدا جدا، وهارد لك فعلا كان حظهم وحش في مباراه امبارح. ده كان تحليلنا لمباراه الاهلي والمصري، مبروك للنادي الاهلي، هارد لك للنادي المصري، وان شاء الله اشوفكم يوم الجمعه في مباراه الاهلي والجونه. طبعا زي ما قلت لكم في البدايه توالي المباريات فظيعه على النادي الاهلي، هيلعب الجمعه الجونه، بعد كده يلعب محله، بعد كده يلعب الاتحاد، بعد كده يلعب الزمالك، ضغط مباريات شديد جدا قبل حتى ما نعرف الفريق اللي هيواجهه في الدور الربع النهائي لدوري ابطال افريقيا. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.